تعرف شوارع بانكوك بشمسها الحارقة وحرارتها المرتفعة، وإن كانت الشواطئ تجذب ملايين السياح إلا أن التايلانديين يفضلون الثلوج، ووجهتهم المفضلة منتزه سنو تاون الترفيهي المقام في مركز كبير للتسوق. صنعت كرة من الثلج وأقمت حفرا وبنيت قلعة ثلجية. قد يكون المكان باردا جدا بالنسبة للبعض، لكنه مسل. أنا أحب الصقيع، لذا أنا ساعدة للغاية. وفي منتزه هاربن آيس وندرلاند الذي افتتح قبل عامين، يتطلب الأمر بضع دقائق للتأقلم مع الحرارة المنخفضة وارتداء بزة التزلج قبل ولوج عالم جليدي بالكامل بمنحوتاته وألعاب التزحلق التي يضمها. الحرارة هنا دون 15 درجة مئوية. نريد أن يعرف التايلانديون الذين يعيشون في أحد أكثر البلدان قيضاً معنى أن تتدنى الحرارة عن 15 درجة. صقيع يصعب الاعتياد عليه مع تدنيه 50 درجة عن الجو في الخارج، غير أن هذه الألعاب الجليدية هنا كفيلة برفع نسبة الأدرينالين. أشعر بارتياح هنا، أريد نقل منزلي إلى هنا لأتجنب الحر، غير أن لهذا التصدي للحر ثمناً بيئياً كبيراً، إذ يتم استهلاك كمية هائلة من الوقود لإحداث شتاء في المناطق الاستوائية.